بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله تعالى في من قلب الفاصوليا الجميلة دهيا بنقول إحنا النهاردة بإذن الله تعالى عايزين نتكلم عن إزاي نشخص أي عرض مرضي في أي مكان، أو أي عرض يعني إن كان مرضي أو غير مرضي، أو إذا كان فطري أو إذا كان حشري، أيا كان يعني مشكلة إن كان في الأرض عندنا إزاي نقدر نشخصها. تمام، طيب أول حاجة المفروض أنت دخلت وبقى عامل فيها الرجل الفلاح الفصيح والرجل اللي ما فيش حد زيه عن طرف رجله يعني، فدخلت الأرض أول حاجة المفروض تعملها بتشوف المشكلة تمام، وتبدأ تستجوب الراجل اللي هو موجود في الحقل باستمرار يعني. وأول حاجة تسأله على الزمن، تسأل على الزمن اللي حصلت فيه المشكلة، الزمن وعن المكان. يعني أنت في مكان ما، يعني أنا في أول الخط هون، في أول خط الفاصوليا في قدام مراوح هناك تمام. هل المشكلة مثلا في زبول عند المراوح كده؟ هل أول الخط فيه ري مثلا، يفترض فيه ري، وفي آخر الخط ما فيهوش ري، ده المكان بتاع المشكلة. هل الباب بتاع البيت اللي هناك ده هو قدامه كده كم نبات أساسا متشلفطين والورق بتاعهم ناشف نتيجة إن عامل مهمل فتح الباب وما قفلهوش وراه بسرعة، فاللي في وش الباب ابتدى يدخل هواء سخن من بره او رياح او اي مشكل حصل لنا ان الورق اتحرق بسبب القصه دي، هل ده موجود؟ ده اللي انا اقصده بالايه، بالمكان بتاعك. هل المكان اللي انت اللي حصل فيه المشكله ده هو وحصل فيه مثلا يعني حصل فيه مثلا ان الميه بتبرك فيه، الميه عامله بركه ميه فيه بتحوش فيه الميه نتيجه لانخفاض المكان ده هو عن بقية البيت أو بقية الحقل، وبالتالي المية بتغرق المكان ده هو، بالتالي تلاقي النبات ابتدى الجدر بتاعه يتخنق ويبقى أصفر. دي الحاجات دي لازم تاخدها في دماغك تمام. دي رقم واحد، يبقى المكان تحدده كويس. هل المكان ده هو نعمل قطاع أرض فيه، نشوف الرطوبة، نشوف يمكن في طبقة صمة تحت، في حاجات صمة، طبقة صمة تحت ما بتنفسش المية اللي تحت، في مشكلة لازم الأرض ردية الصرف نقدر نتصرف لها. المهم دي اللي احنا بنقصد بيه حتة المكان. على فكرة والله الكلام ده مش مكتوب في كتب، بس من خلال الواحد ما شاف كتير فبيقدر يقول لك على اللي هو شافه يعني، واللي يقدر نتكلم عليه يعني تمام. الزمان بقى، انت شفت النبات ده هو فيه مشكلة، طيب هنجيب الراجل هنقول له يا عمي الزمان ده، الزمان اللي احنا فيه ده تمام، حصل انت عملت عملية زراعية مبارح، انت رشيت مبيد مبارح، ها ادى الحرق مثلا النبات، انت رشيت مبيد امبارح، طب اذا رشيت بالتركيز بتاعه قد ايه؟ طب هات لي المبيد، نطلع على المبيد وعلى الماده الفعاله. هل انت خلطت مبيدين على بعض ربما لا يقبلوا الخلط مع بعض فادوا للنتيجه السيئه دهيا تمام. طيب هل امبارح مثلا اللي بالنسبه للزمان، هل كان فيه عرض مثلا في الجو، نوبه صقيع ادت لان النبات مثلا اصبح اللون بتاعه قرمزي كده، واضح عليه نقص فوسفور والنبات متقزم، او النبات ابتدى يبرص، لو في خيار ثمار خيار تبطس لها ابتدى تبرص كده وشكلها وحش، هل ده حصل؟ هل في كانت في نوبة شبورة مثلا ادت لي الرطوبة على داخل البيت او خارج البيت في الارض المفتوحة، وبالتالي ادت لي ان البياض الدقيق ابتدى يظهر نتيجة للرطوبة العالية، او اي مرض فطري مشابه لذلك، ندوة مبكرة، ندوة مؤخرة، متأخرة، هل في حاجة من دي هي حصلت تمام؟ هل في موجة رياح مثلا أدت لأن حصل لتساقط أزهار مثلا؟ كل الحاجات دي أنت كراجل بتشخص النبات المفروض تسأل عنها وتشوفها قبل ما نفتح باب الفتوى تمام؟ وأحط تحت باب الفتوى دي مليون خط تمام؟ طيب هل لو جيت بقى للنبات هتعمل فحص أرضي، وتشوف المشكلة، هل المشكلة جذرية؟ عفان جذور مثلا، نبات وحش، هل المشكلة عندك مشكلة في الـ 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 في زبول مثلا، هنبدأ نشق الساق من عند الجدر كده نفتحها نصين ونبص نشوف الدنيا بتاعتها عاملة ايه،
كل الحاجات دي يا جماعة بناخدها في دماغنا. موقع المرض فين؟ هل موقع المرض تحت تمام ولا موقع المرض فوق في النبات من فوق؟ تمام. هل القمة النامية سليمة ولا مش سليمة؟ هل الأوراق عليها العرض من تحت، عنكبوت من تحت، ولا عليها من، ولا عليها يعني إصابة حشرية، إصابة أكروسية؟ هل مثلا نبات مثلا زي الطماطم والبطاطس في نقع متناثرة كده وبالتالي دي بتدل على ان في ندوة متأخرة؟ هل في حروق داخلة من هنا وابتدت في زبول في الورقة هنا بتدل على ان في ندوة متأخرة؟ هل المشكلة عندي تحت يا جماعة في الأوراق بتاعت النبات من تحت وبالتالي ده دليل على بياض دقيقي؟ هل عندي اصفرار في النبات كله فربما يكون نقص أزوت؟ هل عندي اصفرار في مكان وبمكان لا فربما يكون زبول فورتسوليوم أو فيوزاريوم أو ما شابه ذلك؟ هل عندي الثمار نفسها سليمة ولا الثمار مثلا لو في الخيار معوجة، ثمار مثلا مستدقة من مكان ومكببة من مكان؟ ده بدل على نقص كالسيوم وبوتاسيوم والحاجات دي كلها ناخدها في الحسبان. هل عندي الورق تحت أصفر وبالتالي يدل على إصابة بياض دقيقي؟ أو قد يكون اللون بتاع النبات أصفر نتيجة لأن نقص مغنيسيوم ظهر على أوراق المسنة. هل قمة النبات فيها إصفرار فدليل على نقص الحديد عندي أو نقص العناصر الصغرى معاه؟ هل النبات كله أصفر وبالتالي دليل على نقص أزوت؟ كل الحاجات دي المفروض الراجل المشخص أو اللي هو بيروح يفحص النبات ده هو المفروض بكون ملم بالحاجات ده هي. فقبل ما تبتدي في القصة دي تكون دارس الموال ده كويس يعني، ها، واسأل على المستوى الخصوبي بتاع التربة. آخر مرة انت سميته فيها كان امتى؟ طب التسميد كان معدله زايد ولا قليل؟ طب ربما يكون عنصر طغى على العنصر التاني وبالتالي كل الحاجات دي يعني يا جماعة المفروض الراجل اللي بيشخص المرض أو بيشخص أي حاجة المفروض بيكون عنده الداتا دهيا الأول وبيقدر يجمع الداتا دهيا وبيبدأ بيبدأ باستبعاد حاجة بعد حاجة كده. يعني النهاردة مثلا بيبعد يعني ما فيش إصابة حشرية، استبعد الإصابة الحشرية. طب الجزر سليم وعملت قطع جزري في القطاع طولي في الجزر تمام التمام ما فيش أي حاجة سليم. طب عملت عندي قطاع في الجدر عندي غسلته كده ولقيت لونه أبيض ملهوش ريحة ولا أي حاجة، جزر سليم ما فيش زبول ما فيش أعفان جزور. طيب اللي بالنسبة لي نقص العناصر، طب ما فيش نقص عناصر، طب القمة النامية فيها إيه؟ طب ممكن يكون نقص عنصر وعنصر لا، الحاجات ده هي بحالة تبقى حافظها قبل ما تفتي في أي حاجة. قبل ما تفتي في أي حاجة تكون حافظ الحاجات ده هي، تبص للنبات بتاعك كويس، هل النبات ده هو، هل النبات ده هو يا جماعة عليه إصابة واضحة زي المن زي أكل بتاع جسد أو أكل بتاع ذبابة بيضة أو الكلام ده كليته، كل الحاجات ده هي تاخدها في بالك. خد بالك اللي إحنا قسمنا النباتات لعائلات، مش إحنا طبعا، اللي قبلنا بآلاف السنين قسموا النباتات لعائلات بحيث ان في عائلة بقولية زي الفاصوليا اللي قدامك واللوبيا والعدس والترمس والفول والبسلة والحاجات دي كلها عائلة بقولية، وان نجيلية عائلة نجيلية زي الذرة الشامي والقمح والشعير والرز والحاجات دي. طب هم ليه قسموا التقسيمات دي؟ عملوا عائلة بزنجانية زي البتنجان والفلفل والبطاطس والبطاطس والطماطم، دول كلهم عائلة واحدة تمام بسموها العلبة زنجانية. هم ليه قسموا العائلات دي؟ قسموهم يا جماعة عشان في المعظم بتاعهم أمراضهم بتتشابه مع بعضها، مواسم النمو إلى حد ما برضو بتتشابه مع بعضها، هم في حاجة ربطاهم في بعض زي ما تكون عيلة كده. أنت ممكن راجل كبير في بلد ريف مثلا كلنا عارفين بعض، فسافرت برا البلد 5-6 سنوات وجيت البلد تاني فقابلك عيل كده يعني غلام صغير كده 12-13 سنة ممكن ما تعرفوش هو ابن مين، بس من خلال عينيه من خلال البادي لانجويج بتاع جسمه كده تعرف لغة الجسد، تعرف هو من عيلة مين. ده طبيعي، وعندنا انت ابن فلان يا ابني، ايوة انا ابن فلان خلاص ده بيتعرف يعني. فهي العائلات النباتية كده بالضبط تقريبا يعني متشابهة إلى حد كبير مع بعض. المشخص ياريت يكون صادق، ولو النبات ما ينفعش قول ما ينفعش، ما تعذبش الناس معاك، ولو ما تعرفش قول ما عرفش، ما تفتيش، لأن فوق كل ذي علم عليم. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.